في الذكرى الأولى لتأسيسه يجسد المجلس الأعلى للشباب الإرادة الحقيقية للدولة الجزائرية في خلق فضاءات استشارية تهتم بالشباب وتترجم طموحاته وإرادته ليكون عنصراً فعالاً في التنمية الوطنية. رهانات حققها وتحديات واجهت هذا المجلس طيلة سنة من الوجود وأفاق بعيدة مسطرة لهذا المجلس الأعلى للشباب. سنناقشها في هذا اللقاء الإعلامي الذي سيجمعنا مع ضيف لهذه الأمسية السيد مصطفى حداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب. تفضل سيدي. أهلا بك سيد مصطفى حداوي. شكرا جزيلا. تفضل. وفي هذا النقاش أيضا سيتواجد معنا نخبة من الوجوه الشبانية الإعلامية الصاعدة أقول لإثراء النقاش ولطرحهم أيضا انشغالاتهم وتساؤلاتهم، ونحن نتحدث عن مجلس يهتم ومن مهامه المسندة إشراك الشباب وكل الفئات الشبانية بمختلف تخصصاتها. فأهلا بكم في هذا اللقاء الخاص. بك مرة أخرى في هذا اللقاء الخاص والذي من خلاله نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للشباب. هذه الذكرى التي جاءت هذه السنة بشعار إذا حلم يتحقق، انطلاقة تتجدد، وعهد يتوثق. أكيد الحلم تحقق بتأسيس المجلس، الانطلاقة تتجدد بجهود أعضاء هذا المجلس، والتوثيق أصبح اليوم من خلال تجسيد المهام المسندة لهذا المجلس، أليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيلينيا، زملاء الشباب من مختلف أنحاء التراب الوطني، إعلامي الحاضر والمستقبل بإذن الله تعالى، سادة المشاهدين جميعا، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فعلا هي لحظة فارقة نعيشها اليوم، وقد مضى 12 شهرا على تنصيب المجلس الأعلى للشباب. المجلس الأعلى للشباب، ذلك الحلم الذي لطالما تطلع إليه شبابنا أصبح اليوم حقيقة. قبل 12 شهرا حضرنا ذلك المشهد المهيب في تنصيب المجلس الأعلى للشباب من طرف السيد رئيس الجمهورية. حينها كنت طلعت على وسائل الإعلام من خلال التلفزيون الجزائري وقلت لقد لمست أن اللحظة كانت صادقة جدا، واللحظة كانت فارقة جدا، ذلك أننا استشعرنا صدق الإرادة السياسية في الجزائر التي أرادت أن يكون للشباب موقع إعراب آخر غير المواقع الكلاسيكية التي اعتدى عليها شبابنا في وطننا الحبيب. واليوم وبعد مرور سنة تعود بي الذاكرة في شريط سريع لأحداث كثيرة، لأحداث متسارعة جعلتنا نسابق الزمن، جعلتنا نسابق الريح خلال هذه السنة الأولى من عمر المجلس، ونحن نصنع للمجلس مكانته في الساحة الوطنية، ونحن نؤسس للمجلس هيكلته الإدارية وهيكلته التنظيمية. فكانت سنة مليئة بالأحداث. كان يعني هذه السنة وفي ظل سنة فقط حركية وديناميكية كبيرة شهدها المجلس، وتحدي كبير في بناء الهيكل للمجلس، ومن جهة أخرى تحقيق المهام المسندة لكم. نعم، لعل شبابنا والمجلس كحلم والمجلس كتطلع لم يكن ينتظر منا أن ننتظر حتى نستكمل كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية حتى ننطلق في العمل. فزوجنا خلال هذه السنة، وهو الموضوع ولا الأمر الذي كان صعبا للغاية، أن تزاوج بين العمل الإداري والبناء الإداري والهيكلي للمجلس والبناء التنظيمي كذلك للمجلس واستكمال مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية. نعم. مع التواجد في الميدان، مع إقامة العديد من النشاطات في عديد المجالات. سنة قلت أرجع بها بالذاكرة إلى عديد المحطات التي تقودني إلى نشاطات مكثفة قام بها زملائي أعضاء المجلس استشعارا منهم لتلك المسؤولية التاريخية التي ألقيت على عاتقهم. كانت إرادتنا جميعا تتوحد حول فكرة واحدة، أنه لا يمكن أن نضيع الوقت وأن نبقى نتفرج إلى الزمن يمضي ويتسرب منا. فتم برمجة العديد من النشاطات ربما نأتي عليها في
في المجلس. الفكرة العامة كانت تتمحور حول نزاوج بين البناء الإداري والتنظيمي، والحمد لله تعالى اليوم أستطيع أن أقول أن لدينا مؤسسة استكملت بناءها الإداري والتنظيمي، وذلك من خلال يعني استكمال كافة التدابير التي تجعل المؤسسة كمؤسسة حاضرة ومستعدة لتنفيذ آمال وآلام وطموحات وتطلعات شبابنا. كما أن المؤسسة سجلت حضورها في الساحة الوطنية من خلال عديد النشاطات التي مرت بكل المناسبات اللي مر بها الوطن خلال هذه السنة، سواء كانت مناسبات تاريخية، مناسبات ثقافية، وكذلك مناسبات ربما تتعلق بالجانب التوعوي والتحسيسي في اتجاه شبابنا، بالجانب التعبوي في اتجاه شبابنا، كذلك التفاعل مع مختلف القضايا التي تجعلنا ننحاز إلى شبابنا وإلى قضاياه العادلة. بالحديث عن القضايا والانشغالات الشباب، نفتح المجال للشباب الموجود هنا معنا في هذا اللقاء، وجوه إعلامية صاعدة بإذن الله، أكيد كل منهم يحمل تساؤلات يريد أن يطرحها عليكم سيد مصطفى حداوي. أبدأ وأفتح التساؤل الأول مع ورغي روميسة من ولاية سوق هراس، فلتبدأ معنا في طرح السؤال الأول عليكم سيد مصطفى حداوي. مساءكم سعيد سيدي، في البداية سعيدة جدا بتواجدي معك وطرح انشغالي مباشرة لك. معك ورغي روميسة من ولاية سوق هراس القاعدة الشرقية، مراسلة صحفية وخريجة كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة محمد شريف مساعدية. كما نعلم سيدي المحترم أنه بعد دستور 2020 جاء مرسوم رئاسي ينص على ضرورة إنشاء هيئات استشارية وآخرها المجلس الأعلى للشباب. سؤالي كالتالي، لماذا المجلس الأعلى للشباب بالذات، وما الذي يميزه عن باقي الهيئات الاستشارية؟ أولا شاكر لك رميسة هذا السؤال المهم جدا. رميسة خليني أعود بك إلى هذا اللقاء وكيف انعقد ولماذا انعقد. ونحن نحتفل بالسنوية الأولى لانعقاد لتأسيس ولتنصيب المجلس الأعلى للشباب، أردنا أن تكون هذه الاحتفالية مغايرة ومخالفة. ونحن نقيم نشاطاتنا خلال هذه السنة، التقينا بعديد شرائح شباب في كافة المجالات وفي كافة التخصصات، التقينا بالشباب الرياضي، والتقينا بالشباب البطال، والتقينا بالشباب الطلبة الجامعيين ومتربصي التكوين المهني، والشباب الفنانين في مختلف الأنشطة التي شهدتها السنة الأولى من عمر المجلس. ونحن نحتفي بالسنوية الأولى، أردنا أن يكون لقاؤنا متميزا من خلال الانفتاح على تلك الطموحات والتطلعات الكبيرة التي يحلم بها ويتطلع لها ثلة من شبابنا الذين اختاروا المسار الإعلامي كهوى وكشغف، وراحوا ينخرطون في كلية الإعلام أو راحوا يمارسونه كهواية. فلذلك جاء هذا اللقاء الذي فتحنا من خلال الرابط الإلكتروني الذي تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، لإتاحة الفرصة لعدد من شباب الجزائر الذي يترشح ليكون حاضر معنا. فتم الانتقاء من عشرات المئات من الشباب الذين ترشحوا، تم انتقاء 12 شابا وشابة مناصفة ليمثلوا كافة أنحاء التراب الوطني وكافة الطبوع الوطنية وكافة ولايات الوطن الشاسعة والواسعة. 12 شابا هي تمثل 12 شهرا الذي قضاه المجلس الأعلى للشباب من الوجود في سنته الأولى. بالعودة إلى هذا السؤال، سؤال أختي رميسة، لأقول لها لعلنا نتذكر جميعا كيف جاء المجلس الأعلى للشباب. المجلس الأعلى للشباب جاء عقب حراك مبارك خرج فيه شباب الجزائر إلى الشارع ونادى فيه بأن يكون له موقع في من الإعراب في وطنه، وأن يكون حاضرا من خلال إيصال صوته والمشاركة في بناء المشهد الوطني الجزائري وصياغة التوجه الوطني. الإرادة السياسية التي جاءت بعد انتخابات رئاسية والتي أفرزت فوز المترشح رئيس الجمهورية الحالي السي عبد المجيد تبون تناغمت مع تلك الطموحات وجعلت للشباب موقعا متينا في برنامجها الانتخابي وبعد ذلك في برنامجها السياسي الذي أصبح يطبق رؤية على أرض الواقع. فكان الشباب مباشرة بعد انتخابات الرئاسية تم تعديل دستور الجزائري
في 20 جوان 2022 أين تم دسترت المجلس الأعلى للشباب كآلية من آليات التواصل والحوار وإيصال صوت الشباب إلى 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 السلطات العليا ومن ذلك إلى مختلف السلطات التنفيذية في 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 الجزائر. بعد 20 جوان 2022 جاء مرسوم إنشاء المجلس في 29 أكتوبر 2021 أين تم ميلاد خليني نقول الإطار التنظيمي والقانوني لهذا المجلس. إذن الفكرة نظر تجسدت من خلال مشروع إنشاء المجلس ليتم تجسيدها فعليا على أرض الواقع كما أسلفت في ذكرى تنصيب المجلس أو في تنصيب المجلس في 22 أو في 20 جوان 2022. إذن المجلس بهذا السياق التاريخي الذي سقته هو يمثل إرادة أولا الشعب الجزائري الذي خرج في الحراك، شباب الجزائري الذي خرج في الحراك والذي كان ينادي بأن يكون له موقعا من الإعراب في وطنه، واستجابة السلطة واستجابة الإرادة السياسية الفائزة في الانتخابات والتي جعلت من الشباب محور كبير للديناميكية الوطنية التي تدور والتي تشهدها بلادنا اليوم. من هنا كان الشباب حاضرا في هذه الديناميكية وكان المجلس الأعلى للشباب خطوة فريدة من نوعها في وطننا الحبيب وخطوة فريدة من نوعها في كثير من الدول. سيد مصطفى حداوي، المجلس الأعلى للشباب يعتبر أيضا كبرلمان خاص للشباب الجزائري الذي من خلاله يرفع صوته وانشغالاته واقتراحاته. في هذه النقطة بالذات أفتح المجال للطالب عبد الرحمن جبور من ولاية بلعباس لطرح تساؤله، تفضل. شكرا. مرحبا سيدي الرئيس، سعيد جدا كوني متواجد معكم في هذه القاعدة الشبابية. سيدي الرئيس، من خلال تتبعنا لنشاطات المجلس الأعلى للشباب خلال هذه الاثنى عشر شهرا نرى أنه يرفع الانشغالات ويساهم في وضع آليات واستراتيجيات لرفعها أيضا. مثلا الشاب المتطوع الآن يحتاج إلى آلية لحمايته وحماية نشاطاته، فسيد الرئيس كيف يمكن للمجلس الأعلى للشباب أن يوجه آليات لحماية الشاب المتطوع؟ لا طبعا، أولا أنت دخلت مدخل قوي جدا ومدخل مهم جدا واللي يتعلق أولا بالآليات العامة التي يضعها المجلس الأعلى للشباب للتكفل بكافة الانشغالات التي تواجه شبابنا، سواء كان شاب متطوع أو شاب في مختلف الشرائح الشبابية الموجودة في بلادنا. تعلمون جميعا بأنه في سنتنا الأولى كنا أمام تحدي كبير، كيف يمكن أن نضع مجموعة من الآليات التي تجعلنا ننفتح على شبابنا اللي موجود في كافة التراب الوطني. نحن أمام بلد كبير، بلد قارة فيها يعني نسبة كبيرة من الشباب متواجدة في عمق الجزائر وفي مختلف نواحيها، كيف يمكن أن يصل صوت كل هؤلاء الشباب؟ هذا كان واحد من التحديات الكبيرة التي كانت تواجهنا ونحن في بداية المشوار. لذلك رأيتم أنه أول نشاط تقريبا وظيفي قام به المجلس الأعلى للشباب واللي هو المجموعات الشبابية المركزة، أين اقتربنا من مختلف الشرائح الشبابية لرفع انشغالات الشباب، لرفع رؤيتها، لرفع مساهمتها في بناء الرؤية الاستراتيجية للمجلس. وضمن الرؤية الاستراتيجية للمجلس كان فيه سؤال، ما هي الآليات التي تراها مناسبة لتجعلنا نعالج كافة ونتكفل بكافة الانشغالات؟ لذلك اعتمدنا آليتين ضمن استراتيجية المجلس وضمن رؤيته 23-33 واللي هي اللقاءات البلدية الدائمة، اللقاءات البلدية المستمرة. شباب البلديات مدعو لأن يكون على موعد ليلتقي مع أعضاء المجلس الأعلى للشباب الموزعين على كافة التراب الوطني بشكل دوري في لقاء بلدي يجمع شباب البلدية لمناقشة كافة القضايا التي تعنيهم، ليتم رفعها في بعد ذلك على المستوى الولائي ليتم مناقشتها وترتيبها. كل الانشغالات ذات الطابع البلدي يتم مناقشتها على المستوى البلدي، والطابع ذات الطابع الولائي يتم مناقشتها على المستوى الولائي، والانشغالات ذات الطابع الوطني يتم رفعها للمجلس ليتم دراستها ومناقشتها ضمن اللجان، ليتم كذلك رفع مقترحات السيد رئيس الجمهورية. بهذه الآلية وضعنا الآلية، وضعنا البروسيس إن صح التعبير، بروسيسوس إن صح التعبير الذي يجعلنا نتكفل بكافة الانشغالات. الطابع الشاب المتطوع هو 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 شاب خليني نقول لديه قيمة عزيزة. كثير من البلدان، أنا دائما أقولها،
نقول كثير من البلدان تعمل حملات تحسيسية لتجعل الشباب مقتنعين بالتطوع، لتجعل الشباب يقبلون على التطوع. بلادنا شاب في جيناته مغروس تطوع وينقاد ويروح يتطوع دون ما الحاجة إلى أنك تعمل له حملات تحسيسية. لكن ومع ذلك الشاب المتطوع كغيره من فئات شبابية لديه احتياجات، لديه إكراهات تواجهه في الواقع، لديه صعوبات. كيف يمكن تكفل بها؟ يمكن تكفل بها عبر نفس الآليات التي نتكفل بها بكافة الانشغالات التي تواجه شبابنا. لقاءات دورية نقيمها مع شبابنا في البلديات تسجل الانشغالات تاع شبابنا. إذا كان شاب متطوع تواجه بعض الصعوبات على المستوى البلدي فيتم تكفل بها بالتنسيق مع السلطات البلدية. إذا كانت على المستوى الولائي فيتم تكفل بها بالتنسيق مع السلطات الولائية. أما إذا كان الانشغالات التي تواجهه تأخذ طابع وطني وتحتاج إلى رفعها إلى أعلى السلطات ليتم اتخاذ فيها قرار من السلطات العليا، فيتم دراستها على مستوى اللجان المتخصصة أو اللجنة المتخصصة في المجلس الأعلى للشباب، ليتم بلورة فكرة أو رأي ليتم رفعها السيد رئيس الجمهورية. إذن هنا سيد مصطفى حيداوي نتحدث عن إسهامات المجلس الأعلى للشباب في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني وأيضا تعزيز الحس المدني لديه. نبقى دائما في مهام المسندة للمجلس الأعلى للشباب، وأحيل الكلمة لياحي رحاب كوثر من عين الدفلة لطرح سؤالها، تفضلي. سلام الله عليكم، سعيدة جدا بتواجدي معكم في هذه القاعدة الشبابية. معكم ياحي رحاب كوثر من ولاية عين الدفلة، متحصلة على شهادة الماستر في الحقوق. سيدي رئيس المجلس الأعلى للشباب، الشباب الجزائري يمتلكون أو حاملون لشهادات جامعية، شهادات على مستوى مراكز و معاهد التكوين المهني المختلفة، يحتاج اليوم لمرافقة لمواجهة أو للولوج في مجال العمل. هل السلطات أو المجلس الأعلى للشباب كهيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية دور في ذلك؟ السؤال مهم كوثر. صحيح، لربما نحن نعمل خلال هذه السنة، الانشغال الأول الذي يؤرق شبابنا هو انشغال الشغل. نعم. معروف بأنه الشباب الجزائري هذه الطاقة الهائلة المتخرج بأعداد كبيرة من الجامعة سنويا يتطلع للحصول على وظيفة حتى يستكمل بناء حياته في 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 بلده. اليوم الدولة الجزائرية تبذل مجهودات جبارة في هذا الإطار، من خلال اتخاذ كثير والعديد من التدابير اللي تخلي الشاب يستطيع انه يلقى روحه في عالم الشغل. لعل اليوم نحن امام لحظة تاريخية التي تدعونا فيها الجزائر من خلال الآليات العديدة التي تم استحداثها لتبني مقاربة جديدة من خلال عالم المقاولاتية، من خلال المؤسسات الناشئة، من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. اليوم في الجزائر لأول مرة وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة، وزارة خاصة باقتصاد المعرفة، وزارة خاصة كذلك بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الآليات متنوعة التي تجعل الشاب مبادر، التي تجعل الشاب يقبل على أن يكون صاحب مشروع، يكون صاحب مبادرة اقتصادية من خلالها يوفر لنفسه منصب عمل ويوفر لغيره مناصب عمل. صحيح، لكل تجربة إيجابيات وسلبيات، لكل تجربة صعوبات قد تواجهها، ونحن في المجلس الأعلى للشباب وإذ نحاول ونسعى جاهدين مع مختلف السلطات سواء كانت وزارة العمل أو وزارة المؤسسات الناشئة إلى دراسة كافة الصعوبات التي تواجه شبابنا في الحصول على شغل في 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 بلده، وتواجه شبابنا في أنه يبتكر مشروعه ويطرح مشروعه في أرض الواقع واللي من خلاله يوفر منصب شغل لنفسه ولإخوانه. كذلك نحن نعمل على تعزيز هذه الثقافة الجديدة في المجتمع. جهود نراها لكثير من القطاعات، على رأسها قطاع التعليم العالي وقطاع التكوين المهني، لنشر ولغرس هذه الثقافة عند شبابنا. كيف يكون الشاب يتحول من شاب طالب عمل إلى شاب يحاول أنه يخلق عمل أو يخلق منصب عمل له ولي 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 الشباب. الخطوة بدأت،
والطريق انطلقت. صحيح نسجل كثير من الصعوبات في هذا في هذا في هذا الميدان. اكبر صعوبه موجوده في هذا الميدان هو على المستوى على المستوى خليني نقول الذهني وعلى المستوى الثقافي، غرس ثقافه الاقبال على انشاء مؤسسات ناشئه، هذا تحدي كبير نعمل عليه. اثنين، القضاء على كافه الطبهات والاجراءات البيروقراطيه التي تواجه شبابنا، وذلك ما وقفنا عليه خلال هذه السنه الاولى من عمر المجلس. الكثير من الشباب تناغم مع المنحة الجديد الذي اتجهت له الجزائر من خلال انشاء وزاره المؤسسات الناشئه، ومن خلال كذلك استحداث وزاره خاصه للمؤسسات الصغيره والمتوسطه. لكن العراقيل والذهنيه البيروقراطيه التي ما زالت موجوده في كثير من 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 مفاصل الاداره لا زالت تواجه كثير من شبابنا، ولا زال شبابنا يكافح من اجل انه يحقق ذاته. لذلك نحن في المجلس الاعلى للشباب نولي اهميه بالغه لهذا الموضوع، وعندنا لجنه خاصه هي لجنه التشغيل واقتصاد المعرفه والابتكار مؤسسه الناشئه، التي نعمل من خلالها على مرافقه ومواكبه ومرافقه شبابنا الذي يقبل على انشاء مؤسساته الخاصه به، والذي يقبل على اقتحام عالم الشغل بذهنيه وبقوه كبيره بإذن الله. وهذا هو دور المجلس الاعلى للشباب، تمكين وادماج الشاب الجزائري ليكون عنصرا فعالا خلاقا للفرصه ولا ينتظر الفرصه بحد ذاتها. طبعا من مهام المجلس المساهمه في الاشعاع الثقافي للبلاد وتمجيد تاريخه. في هذه النقطه لدينا الطالب شرفي مهدي من تيزي والزولة تساؤل في الموضوع، يتفضل. السلام عليكم الزوفلون. سيدي رئيس، أنا جد سعيد بتواجدي في هذه القاعدة الشبابية. معكم شرفي مهدي، طالب في سنة ثالثة للتخصص اتصال من ولاية تيزي وزو بلدية تيكزيات، ناشط جمعوي في جمعية ثقافية نجمة البحر. سؤالي سيدي الرئيس، هناك العديد من الشباب الجزائري المهتمين بحماية الموروث الثقافي الذي يعتبر من ركائز الهوية الوطنية. سؤالي، هل هناك في برامج المجلس اهتمام لهذا المجال؟ شكرا. نعم، المجال الثقافي والاهتمام الشبابي بالمجال الثقافي هو كبير جدا، ولعلنا في شهر رمضان الماضي كنا خصصنا من واحدة من الجلسات المتخصصة اللي كنا نعقدوها طيلة شهر رمضان مع مختلف شرائح الشباب للجلوس في سيدي بلعباس مع شريحة وطائفة وفئة من شبابنا الذين يهتمون بالمجال الثقافي. والجلسه في وان كانت رمزيه لان لا تمثل كل شباب الجزائر الذين يهتم بهذا المجال، لكن خليني نقول اعطتنا صوره واضحه على كثير من الصعوبات التي تواجه شبابنا في هذا المجال، وكثير من التطلعات والطموحات. نعم. الذي من خلالها شبابنا يحاول انه يسجل بصمته التي تتوافق مع الامكانيات الحديثه والتكنولوجيا الموجوده نهار اليوم في هذا المجال الثقافي. ياسينيا، الكثير قد يتهم شبابنا في وطنيته، في انتمائه لتراثه، في انتمائه لثقافته، لكن والله يعني صراحة من خلال هذه السنة ومن خلال انتمائنا لهذا المجتمع الشبابي، الشباب الجزائري متشبع بالوطنية إلى النخاع، ومتشبع بانتمائه إلى تراثه وإلى ثقافته وإلى تقاليده وإلى وعاداته إلى النخاع. هذا كثيرا ما نلتمسه سيد مصطفى حداوي في المناسبات الوطنية. صحيح. يعني الوطن والهوية الوطنية خط أحمر بالنسبة للمواطن. غير المناسبات الوطنية يا سينيا، لكن في كثير من المناسبات حتى الرياضية في 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 في, في بعض الأحيان، والثقافية في بعض الأحيان، تجد تلك الحمية الوطنية التي تجعل الشاب الجزائري يبرهن بأنه ينتمي إلى هذا البعد التراثي وهذا البعد الثقافي وهذا البعد الوطني. نهار اليوم في المجلس حنايا مصرون على انه نشبكوا هذه الايرادات ليكون الشاب مقبل على المجال الثقافي ويجد سهوله في الاقبال على تحقيق ارادته الثقافيه من خلال تنويع اليات العمل الثقافي. ولعل اول ما سنبدا به في هذا المجال، واللي هو واحد من الاهداف اللي نعمل عليه على تحقيق هذه من البرنامج السنوي لهذه السنه، وهو رصد كافه الصعوبات وكافه العراقيل التي تواجه شبابنا للولوج للحياة الثقافية، للولوج خليني نقول تفجير إبداعه الثقافي واهتمامه بتراثه. بلدنا بلد شاسع،
وشبابنا متنوع، تنوع الطبوع الموجوده في هذا في هذا في هذا البلد القاره. السلطات العموميه تبذل مجهود، لكن مليح يكون التعبير نابع من هذا من هذه الفئه ماذا تحتاج وكيف يمكنها ان تجسد رؤيتها الثقافيه. انا كنت حكيت لك على الجلسه الشبابيه اللي درناها في سيدي بلعباس في رمضان الماضي، كنت التقيت بمجموعه من الشباب اللي كانوا يجسدوا من خلال مسرح الكراغوز واحد من الابعاد الفنيه والثقافيه العزيزه في بلادنا، والتي خليني ما نقولش بدات تنقرض لكن تراجعت كثيرا في وطننا الحبيب. لكن لما تجلسي معهم وتسمعي الانشغالاتهم، تسمعي طموحاتهم، تعرفي بانه الشاب يريد ان ينطلق لكن هنالك الكثير من الامور التي تكبحه. من التحديات. انا اقدر بان السلطات العموميه تبذل المجهود، لكن يجب ان نتعاون كشباب وكمجلس اعلى الشباب يلعب هذا الدور، دور الوساطه بين السلطات العموميه وبين الشباب، نستمع للشباب، نرفع تلك المقترحات التي من شانها تذليل الصعوبات امام 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 شبابنا. هذه السنه ستكون سنه تشخيص للعراقيل والعوائق التي تواجه شبابنا في الجانب الثقافي. سيد حداوي، اكيد الرهان اليوم هو ترسيخ الثقافه المناسبه اما في المجال المقاولاتي او المجال الثقافي. صحيح. لتفجير هذه الكفاءات وهذه القدرات. الشاب اليوم ينتظر فقط الفرصه من اجل الابداعات. نذهب مباشره الى غردايا، الى عائشه حروز التي ستطرح سؤال في مجال الرقمنه والتكنولوجيا. تفضل. مرحبا، معك عائشة حروز، طالبة في المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام من ولاية غردايا. وكطالبة في المدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام، فاهتمامي بتكنولوجيا الإعلام والاتصال والرقمنة من اهتمام كل شاب جزائري كذلك. سؤالي هو كيف يواكب المجلس الأعلى للشباب تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وما مدى مساهمته في زيادة الوعي الرقمي عند الشباب؟ شكرا. شكرا حروز. خليني نقول حروز، احنا كمؤسسة ناشئة حبينا اولا نقدموا نموذج في المؤسسات العمومية التي تهتم بالرقمنة وترسخه بداية بها هي كمؤسسة، انطلاقا من الطابع الشبابي الذي يتناغم ويتفاعل ويجعل من التكنولوجيا الرقمية اليوم أداة للعيش، أداة للحياة، أداة لممارسة كل نشاطاته دون استثناء. المجلس الأعلى للشباب ومنذ نشأته، منذ اللحظة الأولى التي أنشئ فيها، حاول أن يستعمل في إدارته الأدوات الرقمية 100%، ونهار اليوم نحن أمام مجلس استعمل في ممارسة نشاطاته الإدارية والتواصلية هذا البعد الرقمي والبعد التكنولوجي بصورة كبيرة. لكن هذا البعد ليس مقتصرا على إدارة المجلس أو على الممارسة الإدارية والتسييرية ليوميات المجلس. الشاب اليوم الأداة التي يتنفس بها والتي يعيش بها والتي يمارس بها نشاطاته هي أداة الرقمنة وتكنولوجيا الاتصال الحديثة. لذلك ماخذين بعين الاعتبار تدعيم هذا المسار والعمل على ترسيخه وتعميقه بإتاحة يعني الانترنت في كافة أنحاء التراب الوطني، في أقصى نقاط التراب الوطني، حتى يكون الشاب لديه سهولة الولوج إلى الانترنت واستغلال الفضاءات المختلفة. اثنين، تفجير الطاقات الشبابية التي يمكن أن تبتكر الكثير من الحلول التي تجعلنا نهار اليوم في وطننا الحبيب نرسخ استعمال هذه التكنولوجيا الحديثة. لذلك آليات التواصل التي نعتمدها، آليات العمل التي نعتمدها في المجلس، واحد من المسارات والمحاور الكبيرة التي نشتغل عليها هو ترسيخ هذه الثقافة واستثمار قدرة شبابنا على استغلال هذا النوع من الأدوات ومن الآليات الحديثة والعصرية في تحقيق طفرة وطنية. لا يخفى علينا جميعا بأنه يوميا شبابنا وأبناء وطننا يحققوا مراتب كبيرة ومراتب متقدمة في مختلف المسابقات وفي مختلف الفضاءات. نحن كمجلس نعمل على أنه يكون الشاب عنده سهولة الولوج إلى 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 عالم التكنولوجيا، واحد، سهولة خليني نقول ابتكار وتفجير طاقاته والإبداع في هذا المجال، حتى يكون مجال ليوفر لشبابنا القدرة على ممارسة
كافة نشاطاته من خلال هذه الأدوات العصرية. طبعا وهي أصبحت تحصيل حاصل ونتيجة حتمية بفعل العصرنة والتقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم ككل. نذهب مباشرة إلى جلول الزهاري من ولاية بسكرة لطرح سؤاله. مساءك طيب السيد رئيس المجلس الأعلى للشباب، معك الإعلامي جلول الزهاري من ولاية بسكرة، طالب سنة أولى ماستر قانون إداري بجامعة محمد خيضر بسكرة. سيد رئيس مجلس الأعلى للشباب، إن إنشاء المجلس الأعلى للشباب من خلال مرسوم رئاسي يؤكد حقا وجود إرادة سياسية على أعلى مستوى في الدولة، فإلى أي مدى يتجسد هذا عبر المستوى المحلي؟ سؤال في صميم سيد زهاري. لعلنا جميعا نتفق بأنه الإرادة السياسية العليا في البلاد اليوم هي إرادة صادقة وقوية في جعل الشباب في قلب الديناميكية الوطنية، الديناميكية الوطنية التي تشهدها الجزائر اليوم، وذلك ما يؤكده السيد رئيس الجمهورية في كل خراجاته في كل طلعاته الإعلامية. على المستوى المحلي فيه العديد من الجهود التي تبذل، وجاءت تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية اللي كان أمر السادة الولات بضرورة أن يلتقوا مع شبابنا، ينفتحوا على شبابنا من مجلس الأعلى للشباب ويعقدوا لقاءات دورية. طبعا العديد منهم استجاب لهذا الموضوع. نعم. وانطلقت اللقاءات على المستوى الولائي وصار فيه تناغم كبير بين اعضاء المجلس الاعلى للشباب والسلطات المحليه، لكن ما زالت العمليه تشهد الكثير من الصعوبات. انا كنت عبرت على هذا في كثير من 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 المناسبات. لابد انه الذهنيه القديمه في التعامل مع شبابنا تختفي من 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 واقعنا نهار اليوم. لابد انه الشاب نهار اليوم كما راه مؤمن بما تقدمه له بلده اليوم من ابواب مفتوحه ليلجا مختلف مجالات الحياه العامه، كذلك مختلف مستويات السلطه وخصوصا على المستوى المحلي، يجب ان تدرك بانه لابد ان نمكن شبابنا من ان يكون حاضر في المشهد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. فلذلك سياسة غلق الأبواب أو استصغار جهود الشباب أو النظر إليه بنظرة ما زالوا صغار وما يعرفوش، أعتقد أنه هذه يجب أن تختفي من قاموسنا. فيه كثير من الإنجازات، فيه كثير من المراتب تم تحقيقها خلال السنة الماضية، لكن ما زلنا نحتاج إلى جهد للقضاء على الثقافة القديمة، القضاء على الذهنية القديمة وتعويضها بثقافة جديدة. وفي هذا الإطار نحن ننسق بشكل مستمر مع السلطات المعنية خصوصا وزارة الداخلية لتعزيز هذه الثقافة سواء على المستوى الوحي عند السادة الولات وما دونهم من مستويات، وكذلك على مستوى شبابنا الذي أصبح يعني ينقل كثير من التطلعات والانشغالات للمستويات الولائية ويعالجها. نعم سيد مصطفى حداوي، الكفاءات الجزائرية اليوم أصبحت يعني تتعدى النطاق الوطني، هناك كفاءات جزائرية كبيرة جدا ترفع العلم الجزائري دوليا وفي مختلف المحافل الدولية بتتويجاتها في مختلف الميادين. أذهب إلى سارة دبيح التي ستقدم سؤال في هذا الموضوع. مساءكم سعيد، بداية معكم الصحفية سارة دبيح خريجة قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية. كلنا نعلم أن الجزائر تسعى جاهدة إلى صقل مواهب شبانها في التمثيل الدبلوماسي وخلق جيل شباب قادر على تمثيلها في المحافل الدولية. سؤالي سيدي الرئيس حول كيف يمكن أن يكون المجلس الأعلى جسر تواصل مع الجالية الجزائرية في الخارج، و أيضا الاستثمار في الكفاءة الجزائرية ذوي الكفاءة المحلية. لا سؤال كذلك مهم أختي الكريمة. لعلنا في المجلس الأعلى للشباب باعتباره همزة وصل بين الشباب وبين مختلف السلطات العمومية، ونحن في السنوات الأخيرة نرى عودة الجزائر بقوة إلى دبلوماسيتها المتميزة والنتائج المحققة على هذا الإطار. الشاب الجزائري اليوم
من مواقعه المختلفة مدعو إلى أن يتناغم مع هذه السياسة، لأن يتناغم مع هذه النجاحات وهذه النتائج المحققة. المجلس الأعلى للشباب ومنذ تنصيبه حاول أن يلعب أدواره المنصوص عليها تجاه الجالية من خلال ممثلي المجلس الأعلى للشباب الذين عددهم 16 والذين يمثلون شباب الجالية في مختلف مناطق العالم، من خلال إقامة العديد من الأنشطة التواصلية مع شباب الجالية، لا سيما ذات الطابع التي تجعله نشكل محاور تفكير، محاور تقدير على مستوى مختلف أنحاء العالم. في اللحظة التي نتكلم فيها هنالك اجتماع لشبابنا على مستوى فرنسا عن طريق تقنية التحاضر عن بعد لمحاولة تقديم ورقة مقترحات في مجال كيف يمكن للشباب المقيم في الجالية أن يكون مساهما في تعزيز الرقمنة في الجزائر في مختلف المستويات. وهكذا دواليك شبابنا في الخارج كلما تواصلنا معه نشعر بأنه يتناغم مع اهتمام الدولة الجزائرية به، ويفرح بأنه بلاده نهار اليوم أصبحت تصنع وتمد الجسور نتاع التواصل معه حتى يكون مساهما ومطلعا عما يجري في وطننا الحبيب. ولعل التقليد الذي رسخه السيد رئيس الجمهورية حينما يزور العديد من دول العالم دائما يلتقي بالجالية بما فيهم الشباب ويستمع إلى آرائهم وإلى انشغالاتهم ويحاول أن يكون متناغم معه، هو نفسه الجهد الذي نبذله من خلال التواصل الكثيف مع شباب جاليتنا وإنشاء محاور عمل ومحاور تفكير في مختلف أنحاء العالم حتى يشعر الشاب أنه 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 منخرط. ليس هذا فحسب، ولكن كذلك نحاول أن نسجل حضورنا في مختلف الهيئات الشبابية العالمية التي تنتمي للهيئات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. رغم حدثت نشأة المجلس الأعلى للشباب، لكن مثلنا الجزائر في أزيد من 7 أو 8 مناسبات خارج الوطن، لا سيما في فضائنا الإفريقي وامتدادنا الإفريقي، وين بدينا نعز مكانة الشاب الجزائري وتواجده ضمن المساحات الطبيعية التي غاب عنها لسنوات طويلة، آخرها في أديس أبابا بمناسبة انعقاد مجتمع بمناسبة انعقاد اجتماع شبابي رفيع المستوى، كانوا حاضرين في أعضاء المجلس الأعلى للشباب والذين بدون فخر يعني وبكل اعتزاز أسجل أنهم تركوا انطباعا جيدا بلغنا صداه هنا في الجزائر. شباب الجزائري عائد بقوة في جميع المجالات، والدبلوماسية الشبابية هي واحد من اهتماماتنا الكبيرة، وتعزيز تواجدنا في فضائنا الإقليمي والدولي ورفع صوت شبابنا والتسويق لجهود الجزائر في تعزيز الديمقراطية التشاركية إلى آخره، كل هذا واحد من المحاور الكبيرة التي نهتم بها ونعمل على ترسيخها وتعزيزها بحول الله تعالى. طبعا والحفاظ على هذه الكفاءات لخدمة الوطن بعيدا عن الهجرة الأدمغة. نبقى دائما مع الشأن الدولي ونذهب إلى بن أحمد إسماعيل من ولاية تلمسان، يتفضل بسؤاله. السلام عليكم سيدي رئيس المجلس الأعلى للشباب، مساءكم سعيد. معكم الطالب محمد إسماعيل من ولاية تلمسان، السنة الثانية ليسانس علوم الإعلام والاتصال بجامعة وهران أحمد بن بلة. تلقينا بكل فخر واعتزاز افتتاك الجزائر لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لسنة 2024-2025. سيدي رئيس المجلس الأعلى للشباب، إلى أي مدى يساهم الشباب أو الشاب الجزائري في الحفاظ تطوير وتعزيز هذه المكانة؟ لا 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 الفوز الذي أو انتخاب الجزائر في الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي في الحقيقة جاء نتيجة لعمل دبلوماسي كبير وريادي تقوم به الجزائر في السنوات الأخيرة، وجاء نتيجة يفتخر بها الجزائريون كلهم، ونحن كشباب تبعث فينا الكثير من الاعتزاز والكثير من الفخر. لعلني
اليوم ونحن كمنظومة شبابية يعني مختلفة في جزائرنا الجديدة نقول بأنه حركت الكثير فينا كشباب وجعلت الشباب يتناغم مع هذا المسار الجديد الذي تقوم به الجزائر وجعلت الشباب يشعر بأنه هو أيضا ملقا على عاتقه دور يجب أن يلعبه وهذا يا الذي نشعره في المجلس الأعلى للشباب وكما أسلفت سابقا يخلينا نسارع الخطى ضمن البرنامج السنوي لهذه السنة نستهدف تعزيز مكانة الجزائر في محيطها الإقليمي وفي محيطها الدولي من خلال تسجيل حضورنا الفاعل والفعال في مختلف الأنشطة الشبابية التي تنظم في مختلف أنحاء العالم. الشباب الجزائري عنده الكثير من القدرات. إذا نكمل مع تساؤلات النخبة والوجوه الشبانية الموجودة معنا ونذهب إلى بن عبد الوهاب رياض من ولاية تيارت له سؤال في الشأن الدولي أيضا يتفضل. والسرور نبارك لك في البداية سنوية طيبة للمجلس الأعلى للشباب لك ولنا كشباب. في نفس السياق إنما في الدبلوماسية الاقتصادية تسعى الجزائر بخطى ثابتة وحثيثة إلى أن تسجل وجودها في المشهد الاقتصادي العالمي الدولي والإقليمي من خلال العديد من الاستراتيجيات. نحن الآن نتحدث على الدخول أو الخطوات الأولى في منظمة البريكس، نتحدث على مشاريع تنمية تحدثت عليها تقارير الأمم المتحدة في أعماق إفريقيا، نتحدث على مشاريع طريق الحرير. ما هو محل المجلس الأعلى من الإعراب في هذا التوظيف الفعال الديناميكي الذي يجعل الجزائر تستمر في مكان قوة وتجسيد في المجتمع الدولي ككل؟ لا 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 شبابنا اليوم من خلال هذا الطموح الكبير للجزائر من خلال هذه المساعي الكبيرة التي تقوم بها الجزائر يتيقن يوم بعد يوم بأنه لا يمكن أن تتجسد كل هذه الطموحات وكل هذه الأمال إلا من خلال انخراطه هو في هذه الديناميكية الاقتصادية وهذه الديناميكية الكبيرة التي تشهدها بلدنا نهار اليوم شبابنا يزداد ثقة ويزداد يقينا بأن الجزائر في الطريق الصحيح من خلال هذا الطموح الكبير ومن خلال هذه المساعي الحثيثة التي تقوم بها. السؤال ربما الأبرز الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا كمنظومة شبابية نهار اليوم كيف يمكن أن نكون في مستوى هذه التحديات، كيف يمكن أن نكون في مستوى هذه التطلعات، وهو ما يجعلنا نتيقن بأنه لا بد للشباب أن يرفع التحدي الذي ترفعه السلطات العمومية اليوم، ولا يمكن للجزائري أن تكون في مستوى هذه التطلعات وشبابنا خارج اللعبة الاقتصادية إن صح التعبير. لذلك شبابنا نهار اليوم مدعو لأن يكون فاعل حقيقي في صناعة المشهد الاقتصادي من خلال الانخراط ومن خلال تبني المقاربات الاقتصادية وعلى رأسها الانسجام والانتظام ضمن منظومة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع التحدي لنسجل حضور الشاب الجزائري في الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد ومن ثم تسجيل حضور الجزائر وتعزيز قدمها في المنظومة الاقتصادية العالمية. مفهوم سيد مصطفى حداوي. نذهب مباشرة إلى الشاب يونس حليفي من ولاية خنشلة لطرح تساؤله هو الآخر. السلام عليكم، مساء الخير سيد الرئيس. سلام. الشباب الجزائري الإطار المنتج والفعال اقتصاديا واجتماعيا يحتاج لبيئة صحية تشمل الصحة النفسية الفكرية والقيمية لمساعدته على مواجهة مختلف التحديات. ما مدى اهتمام المجلس الأعلى للشباب في تحقيق ذلك من خلال برامجه؟ شكرا لكم. المجلس الأعلى للشباب خلينا نقول وأنه هو منفتح على كل شباب الجزائر وفضاء واسع جدا أكثر من 348 عضو، صحيح في 348 عضو المنتخبين الذين يعملون على بلورات ودراسة مختلف المشاريع والمقترحات، لكن الفكرة من المجلس الأعلى للشباب أن يكون مشتلة كبيرة لإطارات الدولة الجزائرية للتكفل بانشغالات الشباب ليكون ضمير الشباب وصوته المرفوع.
نهار اليوم نحن مدعونا إلى التلاحم لبناء نهج شبابي يحمي الشاب الجزائري، يحمي الشاب الجزائري من الآفات الاجتماعية والآفات الإلكترونية والآفات العابرة للحدود التي تستهدفه. والجزائر ما نقدروش نختلفوا زوج من الناس بأنه مستهدفة في أعز ثروة تملكها وهو شبابها، وما نقدروش نواجه هذا الاستهداف إلا إذا كانت فيه لحمة وطنية واحدة بيننا وبين كل كافة مكونات المنظومة الوطنية. لذلك نعول اليوم على الوعي الشبابي في الجزائر لنواجه كافة التحديات التي تواجهنا كشباب. ما لازمناش نكونوا سدج وننظروا للصعوبات وللمغريات وللآفات الاجتماعية التي تنتشر كالنار في العشيم في وطننا بأنها أمر عابر وأمر هكذا جاء سبهللة. أبدا، فيه مخططات من وراء الحدود، وفيه مخططات حتى من نعتبرهم في بعض الأحيان نحن أصدقاء وأشقاء، لكنهم في الحقيقة يدسون لنا السم في الدسم إن صح التعبير. لذلك الوعي الشبابي الذي يدرك هذه التحديات يجعله لا ينخرط ضمن هذه المسارات ولا ينساق ضمن هذه السياقات الخطيرة التي تجعل هذه الطاقة الحيوية في الجزائر الشباب يكون طاقة سلبية أو طاقة لا قدر الله تكون فاشلة وما تقدرش تحقق يعني الاندماج الاجتماعي والاندماج الوطني الذي نريده. السؤال على قدر أهميته، لكن يجعلني أوجه نداء كبير جدا وعميق جدا إلى كافة شرائحنا الشبابية. ونحن نعانق لحظة تاريخية خلينا نقول صادقة وقوية في جزائرنا الحبيبة، لأن نكون أكثر وعيا وأكثر انتباها لكل ما يحاك لنا ولكل ما من شأنه أن يستهدف إضعاف المعنويات الشبابية في الجزائر. وهذا يخلينا نتناغم مع كافة البرامج. أنا أعلم جيدا بأنه هنالك الكثير من الصعوبات التي تواجهنا، أعلم جيدا هنالك الكثير من مفاصل بيروقراطية اللي ما زالت موجودة في كثير من مفاصل يعني الإدارة الجزائرية، لكن بإرادتنا الجماعية بتناغمنا مع الإرادة السياسية العليا في الجزائر اللي دايرة فينا ثقة نهار اليوم وفتح لنا الأبواب، نستطيع أن نتجاوز كل هذه الصعوبات ونستطيع أن نفتح عهد جديد. لقاءنا اليوم مع مختلف شبابنا اللي ما نعرف فيهم حتى واحد، لا أنا ولا زملائي في الأعضاء المجلس الأعلى للشباب، هو تقليد جديد جدا. فتحنا اليوم في على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي سجلوا الشباب، تم اختيار مجموعه منهم اللي استجبوا للمعايير اللي كانت مطروحه، والاسئله ما عليهاش قيود. نحن الان امام مشهد شبابي ديمقراطي تشاركي جديد في البلاد، لكن هذا الموضوع لا يجب ان يبقى مقتصر علينا احنا كثله شباب مثقف وشباب يتابع الشان السياسي ومحصور في عدد قليل من شبابنا. يجب ان ننفتح، وذلك ما نعمل عليه في المجلس الاعلى للشباب. لا بد من الانتشار الذي ينتشر معه الوعي وتنتشر معه الإيمان بصدق التوجه السياسي الآن في الجزائر الذي أعطانا المجال وفتح لنا الأبواب مشرعة لبناء توجه شبابي وطني جديد في الجزائر يؤسس لجزائر جديدة بحول الله تعالى وقوته. نعم، مفهوم سيد مصطفى حداوي. نكمل مع تساؤلات الشباب المتواجد معنا ونذهب إلى مبارك أيت بت من ولاية جانات، فليتفضل في طرح سؤاله. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم بكل خير. معكم الطالب أيت بت مبارك من ولاية جانت، طالب ماستر علم الاجتماع الثقافي. الشباب الجزائري عامة وشباب الجنوب خاصة يطلبون في اتخاذ قرارات ملموسة، خاصة المتعلقة بمحاربة النهج البيروقراطي في عالم الشغل. ما هو دور المجلس الأعلى للشباب في ذلك؟ شكرا. لا، أنا زرت العديد من ولايات الجنوب الجزائري، ولاية الجنوب الكبير، وزرت العديد من ولايات الجديدة في الجزائر. لعل استحداث الولايات الجديدة واللي فيها عدد لبس به من ولاية الجنوب الكبير من شأنه أن يخفف الكثير من العناء الذي كان يعيشه شبابنا. لكننا حتى نكون صريح، احنا دائما نتكلم عن الوتيرة. شبابنا في الولايات الجنوبية وخصوصا الجديدة
يتطلع إلى أن تكون وتيرة التنمية أكبر مما هي عليه. ونحن في إطار رفع الانشغالات كنا رفعنا هذه الانشغالات للجهات التي يجب أن ترفع لها. يبقى الآن أن نتابع مدى تنفيذها في أرض واقع. سيفري هنالك العديد من الأمور تم تحقيقها، لكن هنالك العديد من التطلعات ما زالت تنتظر التحقيق. نواصل ضمن الآليات اللي عملناها بحول الله تعالى من خلال الحوار والتشاور ورفع الانشغالات للجهات المعنية لتحقيق النتائج المرجوة بإذن الله تعالى. وهذا يبقى ضمن رهانات المجلس الأعلى للشباب. نكمل مع آخر سؤال إلى قسيسية فيلا بسمة من العاصمة، تتفضل في طرح سؤالها. سلام الله عليكم، معكم الطالبة قسيسية فيلا بسمة من ولاية الجزائر، طالبة بكلية علوم الإعلام والاتصال. سيدي مصطفى حداوي، لقد شهدت الجزائر استضافة لعديد التظاهرات في المجال الرياضي، وقد شارك الشباب الجزائري بصورة فعالة في هذه التظاهرات، خاصة في الجانب الترويجي والتنظيمي. ما هي أهمية مشاركة الشباب في مختلف التظاهرات الرياضية؟ الرياضة نهار اليوم أصبحت دبلوماسية قائمة بذاتها، وأصبحت الرياضة فضاء للتعريف بالأوطان والتعريف بتراث البلدان وبتسجيل حضورها في المشاهد الدولية. والشباب الجزائري ما راهوش مخيب بلاده، بالعكس من ذلك تماما. ثم تعرفوا في سنوات قبل السنوات الأخيرة كانت تراجعت الجزائر كثير في المحافل الدولية الرياضية، وخلال السنوات الأخيرة رجعت الجزائر بقوة كبيرة للمحافل الدولية الرياضية. يقدر واحد يطرح لي السؤال ويقول لي لماذا؟ ببساطة متناهية، لأنه الشاب الجزائري لما يلقى الدعم، لما يلقى الثقة، لما يلقى التسهيلات، لما يلقى الإمكانيات التي تجعله يفجر طاقته، يفجر إبداعاته، يسجل حضوره. قلتها ونزيد نعودها، الشاب الجزائري ما تنقصوش وطنية مهما كان الشاب هذا لأي شريحة ينتمي. وشباب الرياضي الجزائري يبذلوا الغالي والنفيس، يتسيل دمعتهم، تسيل عرقتهم من أجل أنهم يفرحوا شعبهم ويفرحوا شبابهم ويفرحوا أولاد بلادهم بالمنجزات الرياضية. لذلك نحن فخورين جدا بالنتائج اللي يحققوها رياضينا في مختلف المستويات في مختلف الفنون يوما بعد يوم في 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 السنوات القليلة الأخيرة. لكن هذا ما يكفيش، لازم نواصلوا كمنظومة وطنية دعم هؤلاء الشباب، نواصلوا كمنظومة وطنية تقديم كافة التسهيلات اللي تمكنهم من أنهم يحققوا نتائج أكبر بكثير. أنا متأكد تماما أنه ما يمكن تحقيقه هو أكبر مما حقق بحول الله. صحيح ما حقق هو إنجاز معتبر نفتخر به، لكن ما يمكن تحقيقه هو شيء ما هوش مستحيل وأكبر بكثير مما تم تحقيقه نهار اليوم. لذلك احنا في المجلس الأعلى للشباب طبعا ندعم كافة الجهود التي تدعو كذلك إلى دراسة ورصد الصعوبات التي تواجه شبابنا في مختلف الميادين الرياضية، واقتراح كافة الحلول والمقترحات التي من شأنها تسهيل تحقيق الشباب لنتائج رياضية طيبة. نعم سيد حداوي، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وكل هذه الشروحات، والشكر موصول أيضا للطلبة وللوجوه الإعلامية الصاعدة بحول الله في هذا المجال الإعلامي النبيل على كل هذه التساؤلات. أترك لكم فقط كلمة ختامية فيما يخص الآفاق الواسعة التي يسعى المجلس الأعلى للشباب أن يجسدها خلال المشاريع المستقبلية بحول الله. أختي ياسينيا، الجزائر اليوم، الجزائر الجديدة دارت الثقة في ولادها، ودارت الثقة في شبابها. هذه الثقة التي كانت خلينا نقول غايبة، وكان الشاب الجزائري يشعر في بلاده أنه غريب. نهار اليوم الإرادة السياسية العليا في الجزائر فتحت الأبواب مشرعة أمام شبابنا، وما المجلس الأعلى للشباب إلا واحد من الصروح الشبابية الكبيرة ومن المنجزات في الجزائر الجديدة التي جعلت الشاب معني بأن يكون مندمج في الديناميكية الوطنية التي تشهدها البلاد. احنا خلال سنة في المجلس الأعلى للشباب، وانطلاقا من أعضاء المجلس الأعلى 348 عضو، وانطلاقا من المهام الموكلة إلينا ضمن المجلس الأعلى للشباب، عملنا على أن نسارع الخطى.
لوضع مؤسسة كبيرة، كبيرة بطموحات شبابها، كبيرة بأمال أبناء هذا الجزائر، كبيرة بكبر الفرصة التاريخية التي أتيحت لنا في جزائر اليوم. لذلك قد يرى المتابع معنا أن المجلس عمره سنة، لكنه كان متواجدا بحق وحقيقة إلى جانب الشباب في مختلف الفضاءات وفي مختلف المساحات. صحيح، هل تم تحقيق كافة الأمال والطموحات؟ لا لا، نحن نبني نهج شبابي جديد في جزائر جديدة يرتكز إلى إشراك كل شباب الجزائر. نبدلوا العقلية ونركبوا عقلية أنه الشاب الجزائري هو شاب إيجابي يتناغم مع هذه الفضاءات الديمقراطية التي تم فتحها وإتاحتها، يتناغم مع هذه الفرص التي أتيحت لنا نهار اليوم لبناء صرح يدوم بعد زوال نهار الشباب اللي راهو نهار اليوم يعيش هذه اللحظة التاريخية. سنة كانت مليئة بالنشاطات، سنة تمكننا من خلالها من بناء مؤسسة أعتقد بأنها ستكون قوية، سنة كانت مليئة بتكريس الكثير من البصمات في جانب تعزيز الديمقراطية وتعزيز الرقمنة وتكريس كثير من النشاطات الغير روتينية. المستقبل هو الأهم، المستقبل نعمل مع بعضنا البعض من خلال الانفتاح على مختلف المساحات الشبابية والشرائح الشبابية لنكون وراء هذه المؤسسة لنحقق أماننا مع بعضنا ونحقق طموحاتنا مع بعضنا. المجلس على الشباب كما قلتها دائما هو لكل الشباب الجزائري، نرحب بكل المقترحات. نهار اليوم كرينا الآليات، اللقاءات الشبابية، الجلسات الولائية مع سادة الولاة، الجلسات مع سادة الوزراء ومختلف القطاعات، ثم الجلسات التنظيمية اللي يعقدها المجلس. كل هذه الآليات من شأنها أنها تبني نهج شبابي جديد في الجزائر يبين ويرسخ وعي شبابنا وقدرتهم على صناعة مشهد مختلف في جزائر جديدة بإذن الله. وعسى أن تكون هذه الطاقات الشبانية قوة وثروة تخير على الجزائر في بنائها وفي تنميتها دائما على المستوى المحلي وحتى على المستوى الدولي، مثل ما هو الحال اليوم شهدنا قطرات من المطر، عساها تكون خير وعساها تكون بركة لهذا المجلس الشعبي، المجلس الأعلى أقول للشباب. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام. نختم برسالة شكر. نعم، رسالة شكر لكل المنظومة الوطنية التي عملت على أن يكون المجلس الأعلى للشباب اليوم في كامل عافيته ليواجه المهام والتحديات التي تواجهه ويحقق آمال وطموحات الشباب بإذن الله تعالى خلال هذه السنة وباقي السنوات التي بقينا في هذا العهد. الشكر موصول اليوم لهؤلاء الوجوه الشابة الذين آمنوا بهذه المؤسسة وبهذه المبادرة وسجلوا مع يعني كغيرهم من عشرات المئات الشباب اللي سجلوا معنا في ولكن أتيحت لهم الفرصة أنهم يكونوا موجودة معنا. الشاب الجزائري لا يطلب منا إلا أن نثق فيه، وثقتنا تبدع وتفجر الطاقات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح بحول الله تعالى في المسار الإعلامي، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع. شكرا لكم سيد مصطفى حداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب، كنت معنا في هذا اللقاء الذي كان بمناسبة أقول الذكرى السنوية الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للشباب. إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء، شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.